رجعنا عليكم مشاهدينا الكرام. دائما في برنامجكم برنامج اسمعوني. وقبل ما نروحوا للحاله الثالثه اللي حضر معنا السيد محمد، نعقبوا مع الاستاذه على قصه السيد فؤاد. هذه الظاهره تاع الزواج المختلط، والاستاذ فهم يعني معناها انه الزواج يكون يعني سبب رئيسي تاعو بسميته المختلط انه الاختلاف في الديانه. لكن اليوم ثاني كاين الاختلاف في الجنسيات، يعني كاين هذا العامل ثاني انك جزائري وسورية، هذا زواج مختلط حتى وان كان مسلمين في زوج. انا نقولوا شتو كي نقولوا امريكان دريم، هذا الزواج المختلط اصبح لشبابنا اليوم حلم. حلم علاش؟ خاطر يشوف فيه واحد التحرر، واحد القفزه في ترقيه يعني نوعيه الحياه، نروح للخارج ندير تاوي لهذه الكلمه اللي تتعاود دائما، ولا يقول لك نديها قوريه خير من بنت بلادي، تديها قوريه ما تشرطش عليك، خاتم وروبه بيضاء وخلاص. فهذا الشيء ينمي فكره النفور من الزواج المحلي اللي نسميوه محلي، يعني من بلدك من ثوبك اللي عندها نفس التقاليد ونفس الأعراف، لاستحقار المادة اللي عندك. يسمحوني اني سميت المرأة كمادة، ولكن المادة يعني اسكونا كوم برودوي، ويروح فيغ هذا الانكونيو ولا الزواج هذا الغريب الذي لا يعرفه. لماذا؟ خطر الجمالية جات من لي ميديا ولي ريزو سوسيو. قضية الحب وقضية الحكايات هذيك الفيغيك، قصة حب غرام عبيش، أنا كيفاش صرات في انترنت وهي ضحت وأنا ضحيت، بصح ما حسبوش أنه هذا الزواج ماشي ساعة ماشي شهر، كاين أشياء راح تبان من بعد، كاين الأعراف، كاين اللغة، بعض الحالات حتى اللغة كانت مشكل، وكاين خاصة الطباع والثقافة، ليدونتيتي، الهوية. أنت هويتك جزائري وهي هويتها سورية مسلمة، أو يقول لك ملي مسلمة، ولكن راحوا في بلاصة وين كاين كما نقولوا عبد واحد العباد هكذا، همهم الوحيد هو تفكيك الأسرة. هي هذه المرأة بون سمعنا جهة واحدة، ولكن المرأة هذه كانت عندها سوء نية، يعني بريميديتي، كانت حسبت كأنه حسبت حسابها، بداتو ديجا من سوريا، قالت لك نخرج من هذيك البلاد نجي للجزائر. هو تاجر، والتاجر اللي في الصيف نعرفوهم باللي لاباس عليهم. ومن بعد بداتوا بالمشاكل هادو تاع الكوارت، جات عليه يسمى النقطة جاتها هي بوزيتيف، القرار الخطأ اللي داروه انه راحوا لاسبانيا. هذا هو الديسيزيون يعني الخاطئة اللي دارها. علاش؟ راح لتما هي واش دارت؟ كأنها انقلبت الآية، هنا هو اللي كان حاكم زمام الأمور خاصة المالية، وهي كانت محتاجاته. كي راحت لأوروبا كاين الناس الله يجازيهم نوروها عن الطريق، الناس يقول تما هذه خدمتهم في اوروبا عامه. برك باش نقولوا انه ما عرفناش نعموا وتحكي، لا خاصه اشقائنا في سوريا. نروحوا مباشره ليك سيدي محمد. كنت قلت يعني في المقدمه انه حياتك تقلبت، ما راك تاكل ما راك تشرب، وحكايتها ابره. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. البرا دي حكايتها حكاية كيما يقول لك. بداو من الأول. من الأول. كان في عمري 13 سنة. كي كان في عمري 13 سنة داوني يسمى داوني الدار، كنت صغير. قبل 13 سنة عشت مليح، عشت بيان. كنت لاباس. صحة بخير. كنت لاباس بيا، ما عنديش كاع الأعراض هذوك اللي حكموني ملي درت الأوبيراسيون. داروا لي لوبيراسيون هذيك وعاودوا. واش صرا قبل ما يديروا لك لوبيراسيون؟ واش يعني باش مرضت؟ درت عملية على عند الكلاوي هنايا. 13 سنة، قل من 13 12 هكاك ولا. كي داروا لي العملية هذه كي خدرني الطبيب هذاك وكاع كسر لي البرا الداخل. البرا باينة في الراديو تعيط فيها 3 أشهر في مستشفى؟ لا لا عند بريفي. عند بريفي؟ عند بريفي هي فيها 3 سنتيم ونص. كي خلاها الداخل ماشي ما هضرش عليها، ما قالش بلي وديني كسرت له البرا الداخل ولا كان على باله؟ باينة، انا نجيب لي ربيه باينه بلي على بالو، وانا ما نسمحلوش عند ربي هذه نتلاقى معاه بيسك كواطو تودرو كاع، بصح عند ربي نتلاقى معاه كيما يقول لك العداله الالهيه كاينه. كاينه.
ليسونسيال. ان شاء الله ان شاء الله بالك يشوفني دوكا بالك يشوفني يتفكر ويجي في راسه بلي ودي بالك الا مازال حيه بيسك عندها شويه. درت العمليه؟ درت العمليه وليت مليح. درت العمليه واش مليح ضيع لي حياتي، حياتي ضاعت ملي درت العمليه، خلى لي البرا هذه البرا هذه ضيعت لي حياتي. لا بعد يعني انت بعد العمليه ولا الاعراض؟ ما قالش هو ما هضرش الاعراض بزاف. سطر شوفي سطر هذه الجهه كاع اللي فيها البرا نص هذا كاع يسطر دائما. يعني في بلاصه حساسه في العروق؟ بلاصه حساسه عند العروق وعند العصبه وعند بيش على ما قدروش يديروا لي العمليه هنا، قالوا لي واعره بزاف هنايا، قالوا لي روح عيش بها. كيف انا عيش بها؟ انا عيش بها انا عيش بها. كل ما دارت لي كره كل ما رقدتش كيما العباد، قسما بالله ما رقدت كيما العباد. سطر سطر عظيم دوكا راني ماكل راني ماكل دواء تاع السطر بالك بالك كل ما ناكلش دواء تاع السطر راني دوكا طايح قدامكم انا. وقتاش بداوك الاعراض؟ بعد العمليه؟ اعراض بعد العمليه بيس كنت عايش عند جده انايا، جده كبيره شويه ما تعرفش، شوف كنت نخرج بزاف نطير الماء وما على بلاش، هي تقول لك غير ريح ريح ريح. ومن بعد بديت نكبر شويه، بديت نكبر بالعقل، بديت بيسك ما على باليش بلي فيها البرا انايا. دوكا ما على باليش بلي الطبيب هذا هو اللي مرضني هكا، كون قال عليها انا من صغري نبدا نجري عليها ولا يجروا عليا ولا هيا كي وليت نروح للطب يقلبوني ما يديروش في بالهم بلي الانسان هذا فيه البرا، وانا ما نديرش في بالي بلي فيه البرا. قلبني ما غادي يقول لي اسمع، يقول لي يا ودي راك تخايل في السطر تاعي ما عندك والو. ما عندك والو؟ ايه. نخرج انا يا يعطوني الدواء هذاك تاع لي زومبول وكاع، جده مسكينه كبيره تقول لي روح كولو بلاك كي تكملوا يثبت برا. انا ناكل منه شويه ومن بعد نبقى نلقى الحاله تاعي كيما هي، مازال السطر هذاك ما صرا لي والو. ليسونسيال على هذه الحاله، على هذه الحاله نجري نجري نجري، ليسونسيال دورو لي نصورو. كنت شويه دوكا مانيش نقدر نخدم كاع، دوكا نمشي شويه انايا، كنت شويه نكون باطي شويه، كنت دورو لي نصورو نخدم نروح نعطيه للطب ما يكذبش عليه. نجري نشري الدواء يقولوا لي طبيب مليح، وين يقولوا لي طبيب مليح نروح. ايا من بعد لحقت لي واحد لاج وليت خلاص، شغلت عم بالهم تسكنت في الدار، شوف نطيح في الارض تقبضني شوف كيما لاكريس مسطر بزاف وبالبكا نبكي بالدمعه. وما على باليش انا باللي شغل انسان انسان فيه سطر كومبلي ومشى كاع طبا ودار كاع تيارات وما عنده حتى مرض بصح سطر دائما. هيا كيفاش حتى فقت؟ ربي هكا كما حاجة تاع ربي. شغلت انا قلت للطبيب تأمني بلي انا قلت للطبيب اعطيني ندير راديو، راني يعني بالشك في عمري انا يعني اعطيني ندير راديو لي رام. درت لي رام عنده واحد ملي فقت لها عندي 4 سنين طالي، درت لي رام طاروني بربع ملايين. دوكا في عمرك 39 سنة؟ 39 سنة درتو بربع ملايين شفالها. كي درتو دخلت في ذاك الاخر هذاك بلانكار هذاك الوسمو اللي تاع تاع ايه، قالت لي راهي عندك حديده هذيك. شغلت انا ولا جوج ولا جوج كانت معايا يما ماشي جده، قالت لي ما عندك والو حديد. قلت لها يا اخي سيبو ما كان والو، نحيت حوايجي لبست هذيك الاخرى هذيك ورا الحديد. قالت لي ليسونسيال تصوني عندي في سهنه تاع حديد. خلعت انا نكذب عليك، خلعت وفرحت قلت سيبو عرفت وراه ايه. قال لك اكتشاف الداء نصف الدواء. فوالا انا كشغل طلع لي المورال ووليت لاباس، بيسك كنت من قبل قريب نهبل سيبو خلاص. كانوا يبعثوا لي حتى لي بسيكولوج كاع، رحت وليت نمشي نداوي عاد لي بسيكولوج ولي بسيكولوج ثاني. كي نروح عندهم كي ندخل عندهم نلقى العباد هذوك تماك، نبدا نقصر معاهم ما كانش نلقى الحاله تاعو كيما تاعي. نخلع نشوف العباد كاع تماك، شغل كل واحد واش عنده، واحد ما يقدرش يرقد، واحد عنده وسواس، واحد منا واحد منا، وانا كي نقصر معاهم ونشوف نقول انا راني وحدي مالا، راني وحدي مع العباد هذوك. كي ندخل للطبيب الداخل ليسونسيال يعمروا لي الدواء نديه انا ناكلوا الدواء ما نكذبش عليك، شغل ناكلوا. لا انسان ما عندوش قال لك الحصله في صدره تشد،
ما عنديش حل انا، الله غالب ما كنتش نرقد مسطر، قلت بالك هذا الدواء كي ناكلو ما حنا ما حيليش السطر بصح نقدر نرقد كيما العيب هذوك. مخدرات؟ ماشي مخدرات، لا لا ماشي مخدرات، دواء شغل تاع نورمال تاع وسواس، تاع وسواس قهري وكا، ماشي قاصح بزاف عادي، ماشي اللي يحكم ولا. انا كليتهم بعد قصتو نورمال، تبعتهم قريب واحد سبع سنين ولا ثمانية لي بسيكولوج، من بعد الدواء تاعهم نورمال قصتو كاع ما أثرش عليا. شكون اللي قال لك بلي البرا هذيك؟ قلت لك كي رحت عند هذه منها بانت هذه، كي رحت عند درت لي عاود رجعت للطبيب هذاك. حديدة. ايه عاود رجعت للطبيب شفتو الطبيبة هذيك، قالت لي ليسونسيال عندك البرا هنايا فيها 3 سنتيم ونص، راهي على حسب الباصة، قدام الباصة على حسب لوبيراسيون اللي درتها. انا درت لوبيراسيون هنايا وراني مفتوح هنايا والبراي هنايا. باي صورتوها نورمالمون كي تبان ديريكت تعيط. عندنا صور. ايه. ايا كي عاودت وليت للطبيب قلت له شو طبيبة شافتها قالت لي هاي عندك البرا عاود تبعثني. ايا قلت الحمد لله دوكا يقلوها لي. عندي 4 سنين وانا نجري. علاش ما قدرتش تنحيها؟ ماشي انا، هما الطبيب اللي نروح ليه يقول لي واعره، واحد يقول لي عيش بيها، واحد يبعثني تاع الاعصاب يبعثوني تاع الكلاوي، تاع الكلاوي يبعثوني للمسالك البوليه، تاع المسالك يبعثوني للاعصاب، ليسونسيال تلفوالي كل اللي نروح ليه يقول لي هذه ماشي تاعي، هذه ماشي تاعي، هذه ماشي تاعي. ما كانش يحب يتحمل المسؤوليه تاعها. صح بصح لازم يتحمل. دوكا ما وصلتش عليه هذاك الطبيب اللي دار لك الطبيب هذاك كواطو تهدروا ويداوني عمامي اللي هما اللي داوني سوا وكواطو جد الله يرحمها توفات دوكا الله يرحمها ويستر عليها كواغط راحوا معاها ويعني لا كلينيك ما رحتش لا كلينيك ما كاش انا كنت صغير عمامي قال لك نسيناه والكواغط تهدروا معليش انا دوكا شفت بعد اش انا دوكا كشغل مانيش نحوس على الطبيب هذاك، هذاك الطبيب هذا قلت لك بينو وبين مولاه ما نحوش عليه، بيس كون رجليت نحوس كون كواطو مازالو كاع قادر ندخلو للحبس وقادر نشارعو ونقبض عليه درام كبار كاع، بيس ضيع لي حياتي بصح معليش بينو وبين نوكل عليه ربي سبحانه. ضمير اللي مات ما كاش ما عندوش ضمير هذا بنادم، كشغل بنادم انا عندي احساس راني راح نعيش حياة كيف ما يخممش باللي يخرج من عندي هذا بنادم راح يضيع. يضيع ضياني نكذب عليك قسما بالله غرض هي ما عشت حياتي كيما العباد عشتها قايتي راه مرض وسطر مرض وسطر مرض الناس تجري تحوس انا نجري عند الطبه. ان شاء الله ربي يشفيك سي محمد دوك نرجعوا لك، لكن قبل هذا الشيء لازم نسمعوا راي القضاء. انا نشوفوا انه الاخطاء الطبيه راهي بالجمله قلنا يعني كيفاش صراحه يقدر يجري. قصه ماساويه والله، قصة مأساوية وقصة يعني يندى لها الجبين. يعني أنا حاب نسقسيه واحد الأسئلة فقط، يعني واش من عام العملية الجراحية قمت بها؟ بقى فيها مريض 39 سنة. أكيد. درتها يعني. فيها مريض واحد 12 سنة أحسب. يعني. عندي بزاف ملي درتها. أنا علاش قصيتك هكا؟ لا عندي بزاف ملي بصح كل مازالو كواطو تضرب 60 سنة أنا قادر أن. أنت قلت لنا أنا تبعت مليح، أنا شوف من جميع الضيفة هنا نتبعوا جيدا طريقة كلامي في طريقة تعابيري في طريقة يعني انت قلت لنا من قبيلة ممكن راك تلومو مليون بالمئة الطبيب هذا ممكن دارها بغير قصد. معليش الطبيب سامحني سامحني اخي الكريم يعني سمح تقدر تفضل البرا استاذ البرا اللي أكيد فات اكيد اكيد سنتيمات. شوفي الاخت نسرين ما يخفاكش باللي عندنا منظومة صحية مريضة إلى يومنا هذا، منظومة صحية مريضة إلى يومنا هذا. قيسي على ذلكم الحال منظومة صحية اللي كانت في التسعينات وفي سنوات سابقة، قيسي على ذلك يعني 20 سنة قبل، قيسي على ذلك. الآن في عز التطور التكنولوجيا الرقمي التطور الهائل لتكنولوجيات الصحية في العالم كاع، والجزائر يتواكب ويصرى هنالك العديد من الأخطاء الطبية، يعني العديد من الأخطاء الطبية تقع الآن. أنا على سقسيته لأنه هذاك الوقت الطبيب محال، الطبيب بطبيعة الحال محلف يعني يبدل عينيته الفائقة
باش يعني موش عنده باش يعني يأديك ولا هنا بخصوص. لا سامحني انت قلت انه دارها عن عمد مثلا ماشي دارها ولا ماشي لا ماشي بالمفهوم هذا كيش غلط كي راحت له الداخل بحبش يكسر راسه محال يكون على باله راحت له الداخل وانا من مستحيل احنا كجزائريين كمسلمين يعني مستحيل مانيش نجي معها على باني يعني فاهم ولكن المنطق يقول انه هذا خطأ ماذا خطأ طبي وخطأ طبي أكيد طبيعة الحال شوفي المادة 288 قانون العقوبات يقدر يحاسب عليها القانون بعد سنوات 27 أكيد علاش شوف الأخطاء الطبية ما تجيش أخطاء طبية تجي لاحقة محال ما عندك عملية جراحية قام بها الآن الأعراض تاعها وقتاش تجي بعدين العديد من الحوامل الأخت سنين تلقايهم العملية القيصرية وما شابه ذلك كاين اللي نساو فيهم قص كاين اللي نساو فيهم ضمادات كاين الجرائد يوميا المحاكم ممتلئة عن بكرة أبيا بهدف سواء في القضاء المدني اللي طالبوا بتعويضات جراء هذه الأخطاء الطبية سواء القضاء العادي وقضاء الجنح اللي يتابعوا الطبيب في حد ذاته نتيجة هذه الأخطاء الطبية يعني أنا على هذا الشيء هدايا أنا أقول لك أنه يعني الأخطاء الطبية كاينة وتكون وبحكم أنه هذا الخطأ الطبي يعني صار في سنوات سابقة سنوات يعني أنا يعني والله يا أخي الكريم تأثر جدا بقصتك وربي معك وربي يشافيك ويعافيك إن شاء الله يعني يا ريت يا حبادة أنه كان هنالك الوثائق تسترجع حقك بطريقة أو بأخرى حتى ضد تلكم يعني كلينيك العيادة الخاصة يعني هو مرفق خاص وثائق في الأرشيف الكلينيك ليه بصح ما عنده حتى أثر للأسف يعني والله لو كان عنده أثر فقط اسم العيادة وفقط يعني التما يرفع دعوة ضد ما يرفعش دعوة ضد الطبيب ضد تلكم العيادة يعني باش يسترجع ولو يعني ما يسترجعش معاناة 20 سنة ما محال والله يعوضه ملايا ومليارا ما مش حين يسترجع أكيد طبيعة الحال أخير كان إن شاء الله تلقى من هذا البرنامج إن شاء الله تلقى عدل صغير بيسكوا خلاص أنا قلت لك خليها بينه وبين مولاد وقيلات دارها بلاني أخي شوف ان شاء الله يكون ما دارهاش عن قصد ان شاء الله يعني كاحنا كمسلمين نلتمسوا يعني كطبيب كإنسان يعني ما عندوش حيربح اكيد بارك الله فيك انا من هذا الباب منطقا منطقيا يعني انا كي خمم منطقيا محل دارها بالعام يعني انت كولد صغير سن 12 سنه جيتوا عن عمليه حساسه على مستوى يعني الكلى هكا يعني بطبيعه الحال واش الهدف تاعو باش يضرك مستحيل يعني أنا من هذا الباب يعني نلتمس الأعذار وفقط يعني الجانب القانوني واضح الجانب القانوني في مادته 288 قانون العقوبات الجزائري يقول لك كل شخص قتل خطأ أو تسبب بأخطاء نتيجة رعونته أو عدم احترازه أو عدم وضع الأنظمة الخاصة يعني بهذه العملية الجراحية هذه دخل فيها عدم الاهتمام الرعونة يعني عدم الاحتراز دعيني أقول يعني هنا يعاقب المشرع الجزائري بست أشهر حبس إلى من ست أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 200,000 دينار جزائري يعني حتى 20 مليون أنا حسب الحوادث حسب الإمكانيات حسب يعني الأشخاص اللي تعرضوا لهذه الأخطاء الطبية عندهم سبيلين يا إما يتوجهوا للقضاء العادي القضاء المدني يعني هنا القضاء العادي القضاء المدني طلبوا تعويضات ضد ماذا ضد سواء المرفق العام اللي هو العيادة الطبية العيادة الخاصة ما أو المستشفى كي نروحوا المستشفى يا أختنا سليم المشاهد الكريم نقولوا ملايين الحالات الأخطاء الطبية ملايين يعني أقولها بصريح العبارة ترى ملايين والتعويضات كيف تكون تعويضات رمزية يعني كي يسبوا لك حتى في فقدان البصر يعني نشفت حالات جست علي حالة من الحالات أنه دارت عملية يعني لأنف قاس لها العرق تاع العين يعني العرق تاع العين العصب ليدي البصر أدى ذلكم العملية أدى ذلكم الخطأ الطبي أدى إلى فقدان بصر تاع هذيك المرأة شفاها الله هنا أعطوا لها تعويض يعني رمزي 20 مليون
هل يرجع لها البصر تاعها؟ محال. يعني هي حتى باش تدير، قالت لي باش ندير عمليه تجميليه باش ندير اعين زجاجيه وفقط، يعني للزينه، يعني عمليه تجميليه شحال تسقام وخارج الجزائر و و و. هذا على سبيل المثال وعلى سبيل الذكر، يعني حتى لا نطيل. قلت لك السبيل الاول عندك ضد المرفق العام اللي هو المستشفى، والتعويضات تكون رمزية. وهنا نطالبوا السلطات الجزائرية ونطالبوا التشريع الجزائري اللي شرعوا القوانين الجزائرية في هذا المجال، في مجال الأخطاء الطبية، إعادة النظر إعادة النظر خصوصا في الطب، يعني أخطاء طبية يعاودوا يشوفوا يعني نصوص قانونية تتماشى وتطور يعني اللي رانا فيه. أما نتوجهوا للعيادات الخاصة، العيادات الخاصة يعني حديث العام والخاص، يعني كي تروح باش دير عملية جراحية راح يطلبوا لك مبلغ يعني غالي طبيعة الحال، وما يقدروش عليها كم الناس، ما يقدروش على العيادات الخاصة بدرجة متفاوتة. تلقاي الناس تروح تسلف منه ومن باش دير عملية ضمان، يقول لك ضمان. لكن أنا نتسطر أنا ولازم نفضح، نزيد نفضح بعض أقول حتى لا نعمم، بعض العيادات الخاصة اللي راهم الآن يديروا بعض العمليات ويديروا لهاد الأشخاص، يديروا لهم من دي شارج، يعني يدير لهم يحملوهم المسؤولية أنه في حالة ما إذا لم تنجح عمليتك ما تتابعناش قضائيا، ما تتابعناش. وهنالك العديد 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 من العيادات الخاصة راهي تنتهي جاد النهج، يعني حتى تروح لهم ويفقدوا لك البصر تاعك ولا ما تنجحش عمليتك ويدوا لك دراهم هكذاك برك، يقول لك دبر راسك وزيد انت تسينين دي شارج، يعني تسيني يعني تحمل انت المسؤوليه، تحمل المسؤوليه. وفي حاله ما اذا تابعتنا هاوليك الورقه، لا دي يعني شارج اللي باللي قانونيا هم محميين. دوك نرجعوا لك استاذ للحديثه باقيه، لكن قبل هذا الشيء انا حبيت نعرف سي محمد كيفاش راك عايش في عمرك؟ شحال 39 سنه، الله يبارك يبارك فيك. زوجت ما تزوجتش؟ ما تزوجتش، حياتي ما كاش، ما راك خدام، شكون هو يصرف؟ ما كاش، راني يعني عايش كيما يقول لك على الله وخلاص. راك خدام؟ ها ماش خدام، ما نقدرش نخدم، ما نقدرش. قلت لك عندي واحد 4 سنين هكاك والو خلاص، وليت نمشي شويه نعياك، شغل وليت كيما الشيخ، شغل الشيخ كإنسان جان بصح شيخ داخل شيخ، ماكله ما ناكلش قبل يومين ثلاثه، ما الدم فمي دائما صامت، مور هذه الجهه قاعده دائما تسطر، ما رقدتش في الليل، دي فوا ما رقدتش باليومين. والحل؟ كاش الحل، الحل دوكا هنا في الجزائر ما كاش الحل، بيسك هيت جريت 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 وحدي، طحت نط طحت نط، ما كاش بريفيو، عند بريفيو قالوا لي ما نديروهالكش، قال لك ما واعره، ديلهم الراديوات هذو القدام، يقول لي روح زيد عاود دير راديو اخر جديد، كي ندير له راديو جديد يشوفوا كاع، ومن بعد يجريني يجريني، ومن بعد يقول لي ما نقدرش نديرها لك، نزيد نروح عند واحد اخر يشوف الراديو هذاك ثاني، يقول لي انا نعطي لك راديو باسمي، ما نشوفش الراديو هذا، ما نخدمش بالراديو هذا، نزيد ندير الراديو هذا. يعني دراهمك راحوا في الراديوات وفي خلاص الطبع. فشلت فشلت. شفت الخارج يعني تواصلت مع الخارج، تواصلت مع الترك، الترك بعثت مع واحد جاري قال لي قال لك تقام لك العمليه تاعك 100 مليون. بالمصاريف تاع الفواياج وقايتينا بالطياره وقايتينا بكلش واحد 150 مليون. يعني يعني مبلغ مش كبير. ومن هذه النقطه هذه حبيت نعطي نداء لكل القلوب الرحيمه اللي راهي تشوف فينا. يعني انا نشوفه الشاب في عمر الزهور ما خدمش، ما دارش الدار، ما عمل حتى حاجه، وهذا بسبب خطا طبي، حتى الماكله ما ياكلش كيما الناس، خطا طبي اللي هو ما تحملش مسؤوليه ديالو، كان في عمره 12 سنه فقط. 150 مليون نقدروا يعني نتكلوا على الرجال والنساء اللي هم يشوفوا فينا، ونقدروا ان شاء الله نلحقوا لهذا المبلغ وتروح الداوي وتولي ان شاء الله تعرس ونرتاحوا. ان شاء الله يا ربي. كاين تونس اخيره محمد، تونس بعثت لهم، تونس قالوا لي لازم تجي تماك، لازم تجي لينا باش كيشوفوا، نقولوا حنا كش واحد يعني كش واحد يحب يكسب فيه الجنه، بيسك راح ينقذ واحد كيما يقول لك جانا وجاي للدنيا، وراه كيما يقول لك حياته هي ضايعه، ما نكذبش عليك، دي فوا خممت خمام ماشي نورمال كاع. قلت لك تونس عيطوا لي، تونس عاودوا بعثوا لي، والجمعيه كاين واحد الجمعيه في عندنا تماك، كي تقربت ليهم وكاع على الترك هذه، الترك قالوا لي بلي يا ودي
ترك راهم كشغل ياكلوا في دراهم وما يديروش عمليات وكاع. ايا قالوا لي تونس خير. كي رحت كي بعثت لتونس وكاع تونس قالوا لي لازم تجي لينا، ما نقدروش نعطوا لك الفاتوره ديريكت، لازم تجي يديروا لك يعملوا لك واه ماشي كيما الترك. الترك قالوا لي نبعثوا لك خدم الباسبور وبعثوا لنا صوروا وبعثوا لنا نبعثوا لك الفاتوره، وتونس قالوا لي لازم تجي. ايا الجمعيه هذوك قالوا لي، قلت لك الترك شوفي واش قالوا لي، وتونس قالوا لي يا ودي لازم في الديبي تقلع انت يا بدرامك. ان شاء الله من هذا المنبر هذا ندائنا يعني لتونس ولا حتى ان شاء الله. ان شاء الله راني كيما يقول لك ان شاء الله راني حبك شي واحد هكا مولا خير يتكفل بيا ديريكت. ماك شغل تبا ودي لو حاب يدير الخير ويكسب الجنه فيا ان شاء الله يا رب. ولي شغل تيحج فيا شغل راح يحج في بلادهم ان شاء الله نقعد ندعي له طول حياتي، وان شاء الله الى بنيت حياتي وكاع نقعد ندعي له انا وولادي ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يا ربي هذه واش نقول، هذه اللي راني حاب نوصلها ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك محمد، ان شاء الله المجيه تاعك وال يعني الحياه تاعك ان شاء الله تتبدل من خلال برنامج اسمعني سمير. كلمه اخيره. الكلمه الاخيره نطلب منه للعمل ونسخر كيما الناس، تكون عندي دار كيما الناس، باسكو انا 47 سنه فانا نحس روحي حياتي ضايعه في هذا المجتمع. إنسان 47 سنة ما عنده لا خدمة لا دار ماهيش حياة، وك عايش عند الناس. وأنا عايش عند الناس وين مزياد الناس هم مسطرينك شغل والدية، عندي 8 شهور ملي راني عند هاد الناس الحمد لله مازال الدنيا بخير إن شاء الله. ما هم والدية ما هم حتى حاجة، ما هم فاميليا، سيدي زيترونجي جابوني عندهم وراني قاعد. كي حكيت لهم شافوني في لي ريزو سوسيو فان نهار اللي درت لي لايف وتنظلمت، اتصلوا بيا فان واتصلت بهم وجيت لعندهم عيطوا لي رواح لينا القبان سحقوك. ونهار اللي تزوجت هما اللي داروا لي العرس، هما داروا لي العرس هما داروا لي كل شيء. ومن بعد المصير هذيك وحدها المانسولتي باغ تيليفون اللي تجي قلت لها الناس ربي ان شاء الله ياخذ الحق في اي واحد. انا نطلب يسمعوا النداءات تاعي السلطات العليا، انا ماذا بيا نعاود نولي البوست نتاعي وين كنت، وماذا بيا تكون عندي سكنه كيما لك يا الناس. هذا واش نطلب ان شاء الله وعلى كل مهم ان شاء الله، ونشكر كاع الجمهوريه راهي تفرج فينا. شكرا جزيلا لك سمير، ربي ان شاء الله يفتح عليك يفتح عليك الخدمه وان شاء الله بزوجه نفرحوا بك ان شاء الله في هذا البرنامج ديالنا. نروحوا في عجاله كلمه اخيره سيد. يعني ان شاء الله هذه الحالات اللي مرت علينا اليوم ان شاء الله تلقى اذان صاغيه، خصوصا حاله الاخونا تاع الخطا الطبي اخونا سمير، اخونا في اسبانيا ان شاء الله يلقى ان شاء الله تكون سلطات شافت الرساله تاعو ان شاء الله يرجع ولاده بخير وعلى خير ان شاء الله. لما كان يعني شكرا جزيلا على الاستضافه الكريمه. شكرا جزيلا لك سيدي استاذ. كلمة أخيرة. والله الحالات الاجتماعية هذه نشوفوها دائما، ويعني يوميا نسمعوا يوميا نشوفوا إنسان ما يردش روحه يعني عايش وحده في هذه الدنيا. كاين ناس أكثر منه كاين أقل منه، إذا قدرنا نوجهه أحسن الكلمة الطيبة النصيحة التوجيه الوعي التوعية تاني، خاطر هادوما فاتت عليهم ديزيكسبيريونس يعني تجارب، ماذا بيا تكون هما إن شاء الله يخرجوا منها أصحاء نفسيا وجسديا، وتاني يكونوا عبرة للشباب اللي جاي باش يعرف يخير باش يعرف يواجه قراراته يعرف يميز. خونا اللي عنده إشكال في العمل إن شاء الله يسترجع حقه ويتعلم أيضا كيف يسترجع حقه، ونتعلمه كامل يعني اللي يشوفه ما يطيحش في فخات التهور من ذاك يعني الضعف والتهور يجيب لنا نتائج. أما العيش بالألم فهي ظاهرة اللي ما يفهمها غير اللي يتألم. تعيش بالألم حاجة صعبة ما تقدر تفهمها، ما تقدر يتفهمها غير اللي يعني موجوع موجوع. حالته كما قلت استاذ يعني بغيت برك نبريسيزي كما قلت ما دارهاش طبيب بالعاني افكتيفمون، مي خاف خاف هذاك الطبيب بالذات الانستيزيست خاف كي شاف ما كانش البرا، لو كان ينطق راح تتقلب الحاله صح راح تولي عليه هو ايضا كي لا كلينيك بريفي كي هو كي فيقول لك البرا مش الضر. علاش هذه؟ خاطر انا لو ان كا ايدونتيك نعرفه نفس الشيء في العمر تاع 13 سنه وعندها 20 سنه باش بنت البرا
نفس الشيء ونفس العمليه. العمليه تاع لي فاري فاري سي دي فاريس او نيفو بارتيكولي. فهاد الشيء ان شاء الله دير العمليه وتريح ان شاء الله تتحرر من هذا الالم، لانه الالم ظاهره اجتماعيه ونفسيه صعيبه، صعيبه جدا انك تعيش بالالم. فربي يشافيك وربي يفتح عليك اخي. امين. وشكرا جزيلا الاخت نسرين على هذه الاستضافه. نتلاقاو ان شاء الله. يعطيكم الصحه انتم. نشكر قناة البلاد اللي استضافتنا لنا، ونشكر الأخ المحامي والأخت المستشارة، وإن شاء الله فرخونا محمد إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام، جمهورنا الكريم، يعطيكم الصحة. أيضا ضيوفنا اللي جيتوا تقاسموا معنا الحكايات ديالكم، وأنتم مشاهدينا إلى حين عندكم قصص وحكايات حبيتوا تشاركوهم معنا، ما عليكم غير تواصلوا معنا على الأرقام اللي راهي ظاهرة أسفل الشاشة. نحيي الفريق التقني اللي تابعنا في هذا البرنامج، وعلى رأسهم إيمان جوادي معدة البرنامج. ولمتنا حكايات تحكي قصتنا وقصتكم، الصواب ولا الغلط حكمكم، حنا علينا المعلومات لحقكم، وبالخير نمسيكم.